أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. من موقع الهيئة نت، القوات الحكومية تعتقل 159 مواطنا في البصرة. من صحيفة المدى، لجنة برلمانية تطبق على عقود الكهرباء، الوزارة مدينة للنفط ب 12 مليار دولار. ومن عربي 21، سقوط قذائف هاون قرب السفارة الأمريكية في بغداد. من صحيفة العربي الجديد، بدء الدورية البرية الثانية بين القوات التركية والأمريكية شرقي الفرات. ومن جريدة البصائر، سليماني يحشد في بغداد لإدخال العراق بدوامة الصراع مع أمريكا. ومن الشروق الجزائرية، مقري، التوافق قبل الرئاسيات ما زال ممكنا. ومن القدس العربي، ترامب يرفض مساعي ماكرون للوساطة في النزاع مع إيران. نبدأ من صحيفة المدى مع مقالة للكاتب علي حسين، جاء فيها: معظم المسؤولين ومعهم الحكومة لا يرون البسطاء من أمثالنا إلا في الانتخابات، ولهذا قررت أن لا أشارك في أي انتخابات قادمة. ما الفائدة؟ فمنذ عقود والناس تبحث عن مسؤول مختلف يمنحونه أصواتهم، لكنهم يكتشفون أن أصواتهم استثمرت في الخراب. إن معظم المرشحين يتعاملون مع الانتخابات على أنها عداد سيارة أجرة لا يعمل إلا لصالحهم. في الانتخابات الأخيرة توهمت أن العداد سيكون نزيهاً، وأن الناس ستحظى للمرة الأولى في حياتها بمسؤول من لحم ودم. تستطيع أن تراه متى شئت، فقد مللنا من المسؤول الذي يخرج بين الحين والآخر من على شاشات الفضائيات ليذكرنا بأنه المنقذ. انظر إلى هذا الكتاب، وأشار بيده إلى كتاب خطابات السلطة. اقرأ ماذا يقول فيلسوف بحجم جان لوك من أن الحاكم هو الذي يحقق نفعاً مستقبلياً للناس. لا نريد مسؤولاً يتفقد الناس في منتصف الليالي ويترك لهم على عتبة الباب حفنة من الدنانير وعشاء من صاج الريف. نريد مسؤولاً يدرك جيداً أن الانتخابات القادمة ربما لن تأتي به. هل تعرف حكاية عامل المصنع الذي أصبح رئيساً للبرازيل؟ هذا الرجل ظل في الحكم حتى عام 2010، عندها شعر أهالي البرازيل بنوع من الخيبة لأن الدستور لا يسمح لرئيسهم المحبوب بالبقاء في المنصب، فقد مشى حتى اليوم الأخير من حكمه مؤمناً بالدستور، رافضاً أن يغيره لصالحه فيبقى رئيساً مثل ما يتمنى معظم الشعب. أليست هذه معجزة حقيقية؟ فيما نحن نعيش في ظل ساسة يعتشون على ترويض الناس وقهرهم، نعيش في ظل قبائل وطوائف. الناس تريد أن تعيش في دولة قائمة على سيادة العدالة والرفاهية الاجتماعية والقانون، وليس على فتاوى وأمزجة البعض ممن لا يفرقون بين حقوق الناس وواجباتهم. الدولة التي نتمناها تأخذ بمبدأ المواطنة بين الأفراد وتضع الدين في مكانه الصحيح دون الهبوط به إلى صراعات سياسية كما يقول الكاتب. تتجنب الحكومة العراقية الكشف عن القيمة الحقيقية للديون الخارجية والداخلية المترتبة في ذمة البلاد، تاركة الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام التأويلات. تقرير لصحيفة العرب حول الاقتصاد العراقي في ظل الأحزاب الفاسدة. برغم الموازنات الانفجارية التي ينفقها العراق سنوياً على مختلف القطاعات، إلا أن التلازم الغريب بقي قائماً بين سوء الخدمات المقدمة للسكان والزيادة المضطردة في حجم الديون الخارجية، ما يؤكد أن الحصة الأكبر من عوائد النفط تذهب لصالح الأحزاب التي تهيمن على السلطة بعيداً عن الرقابة الحكومية. ومنذ 2003 لم تنجز الدولة مشاريع عملاقة كي تبرر هدر هذه المبالغ الطائلة.
ويقول منقذ داغر وهو متخصص عراقي في مجال الإحصاء إن المبالغ التي أهدرتها الحكومات المتعاقبة منذ 2003 تجاوزت حاجز تريليون دولار، وتتضارب التقديرات المتعلقة بالدين الخارجي الواجب على العراق بين 40 و80 مليار دولار، إذ لا يزال الخلاف مستمراً بشأن حقيقة مطالبة دول خليجية لبغداد بسداد 40 مليار دولار كان نظام صدام حسين قد اقترضها قبل إسقاطه. وحتى مع حف الديون الخليجية تبقى بغداد مدينة لدول وجهات خارجية بنحو 40 مليار دولار ومثلها لجهات وشركات داخلية. وجاءت آخر تقديرات صندوق النقد الدولي للوضع المالي العراقي في يوليو الماضي لتكرس حالة التشاؤم التي تحيط بالاقتصاد المحلي بالرغم من تحسن أسعار النفط بما يتجاوز الحد الأدنى الذي توقعته الحكومة العراقية للبرميل الواحد. آمال تتلاشى بشأن قدرة العراق على سداد جزء من ديونه الخارجية فضلاً عن الداخلية، وتضمنت موازنة العام الجاري نحو 15 مليار دولار لسداد الديون، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة العراقية قد أنفقت المبلغ في هذا الباب فعلاً في ظل انعدام الشفافية فيما يتعلق بالبيانات المالية الرسمية كما يقول الكاتب. قال موقع المونيتور إن الكونغرس يطلب من الإدارة الأمريكية إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في البصرة، وأغلقت وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي قنصليتها في محافظة البصرة، وذلك بعد سقوط صواريخ قرب المطار الذي يؤوي البناية. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وصف في حينها إغلاق القنصلية أنه مؤقت، لكن سنة كاملة مرت والمنشأة لا تزال مغلقة. الآن الكونغرس يهيئ الأرضية لضمان أن لا يصبح هذا الإغلاق دائميا. عند إغلاق القنصلية ألقى بومبيو باللائمة على فصائل مسلحة موالية لإيران لتنفيذها الهجوم، ولكنه لم يقدم أي دليل للعلن يدعم ادعاءه. غلق القنصلية يجدد مخاوف بغداد من أن يحشر العراق وسط مرمى توترات أمريكية إيرانية في وقت تمارس فيه إدارة ترامب وبشكل مضطرد أقصى ما تستطيع من حملة ضغط على طهران. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح للمونيتور: نحن ما نزال ملتزمين بشراكتنا مع العراقيين في المحافظات الجنوبية وفي كل أنحاء البلاد من أجل المضي قدماً بمصالحنا المشتركة. لقد تم اتخاذ قرار عقب تقديرنا للوضع الأمني العام داخل وحول البصرة. سفير العراق لدى واشنطن فريد ياسين قال في وقت سابق هذا العام لموقع المونيتور إن الإغلاق الدائمي للقنصلية قد يكون الرسالة الخاطئة التي يتم إرسالها، وذلك لأهمية البصرة المتزايدة. إدارة ترامب التي سعت لشطب المساعدة الخارجية عبر المنطقة طلبت تخصيص 166 مليون دولار مساعدات عراقية كجزء من طلب ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2020. مشروع قانون مجلس الشيوخ للإنفاق خصص أموالاً وطلب من إدارة ترامب أيضاً تقديم خطة إنفاق لبرامج المساعدات المخصصة للعراق. يقول الموقع إن الكونغرس من جانبه يدعم أيضاً جهود إدارة ترامب لكبح نفوذ طهران في العراق، وذلك بإبعاد البلاد عن اعتماده على الطاقة الكهربائية المستوردة من إيران. ويتضمن مشروع القانون تخصيص 25 مليون دولار مساعدات للأردن من أجل مضاعفة تزويد الدول المجاورة بالكهرباء بضمنها العراق. واشنطن غير راغبة في المواجهة مع إيران، وهذه الرغبة نابعة من ثلاثة عوامل أساسية باتت تضغط على السياسة الخارجية الأمريكية. أولها أن المزاج الشعبي الأمريكي غير معني بالسياسة الخارجية، وثانيا أن المصلحة السياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تجعله مندفعا في اتخاذ موقف كهذا، فهو الذي وعد ناخبيه بعودة الجنود الأمريكيين إلى أسرهم.
وثالثا حتى الكونغرس والبنتاغون والأجهزة الأمنية ترفض الخوض في الحديث عن قيام حرب. مقال للكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي. بعد كل تهديد يأتي من ترامب أو بومبيو يتبعونه بالقول إن واشنطن ترغب بحل سلمي للأزمة مع إيران وإن إيران دولة عظيمة في ظل قيادتها الحالية، في حين يقولون للحليف السعودي نحن معكم لكننا لسنا نحن المستهدفين وعليكم الرد. هكذا قالها ترامب صراحة. إذن أين اتفاق كوينسي الذي يقدم حماية أمريكية للسعودية مقابل ضمان الإمدادات النفطية للولايات المتحدة، على الرغم من أن بومبيو صرح بأن إيران كانت وراء حوالي 100 هجمة على السعودية؟ قد يقول ترامب إنهم لم يعودوا بحاجة إلى نفط الخليج لأنهم باتوا المصدر الأول لهذه المادة في العالم، لكن هذا مجرد تبرير للتهرب من المسؤولية. لو كان هذا الكلام صحيحاً لما سارع للقول بأنه سمح باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي النفطي للولايات المتحدة، فإحدى مسلمات الاستراتيجية الأمريكية هي ضمان التدفق الآمن للطاقة من الخليج لحلفاء واشنطن في آسيا، وليس مرتبطاً بحاجة الولايات المتحدة من عدمه. وحسب. الخاسر الوحيد نحن العرب، لأن لعبة التفاهم على حدود النفوذ بين أمريكا وإيران تجري على أرضنا ونحن من يدفع ثمنها. يقول الكاتب إن واشنطن وطهران كلاهما يلعبان لعبة قذرة فيها عامل الوقت هو المهم، فالأولى تعتقد أن الوقت الذي يمضي في ظل الحصار سوف يجر طهران إلى طاولة المفاوضات، والثانية تراهن على الوقت كي تلعب بالأوراق التي في يدها، عسى أن يتورط ترامب في مواجهة يدفع فيها ثمناً لا يريده الناخب الأمريكي. كتب علي الأمين في العرب اللندنية صعود دور جبران باسيل في المعادلة اللبنانية يقوم على دعم حزب الله له من جهة ومحاولة تثبيت موقع خارجي له من جهة أخرى، باعتباره أحد أبرز قنوات التواصل مع حزب الله الموثوقة غربياً من جهة ثانية. الاحتجاجات التي عبر عنها الكثير من اللبنانيين الذين فوجئوا بعلاقات الفاخور مع مسؤولين لبنانيين رسميين أتاحت له الدخول عبر مطار بيروت قادما من الولايات المتحدة، ورافقه في خروجه من المطار أحد الضباط الكبار في جهاز المخابرات اللبنانية. وما كان ليكون هذا الدخول مثار ردود فعل لو كان بقي طي الكتمان، فقد عمد بعض حلفاء حزب الله إلى تشريب خبر دخول الفاخور لأسباب سياسية داخلية تتصل باستياء هؤلاء من تنامي علاقة حزب الله ووزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى الحد الذي مكن باسيل من إدخال الفاخور برضا حزب الله، الذي رغم إحراجه فإنه لم يقم بأي خطوة جدية تكشف من كان يقف وراء دخول العميل الفاخور إلى لبنان، واكتفى بإصدار مواقف مبدئية تتفادى أي مطالبة بمحاسبة المتورطين سياسيا في هذه العملية. الريبة باتت أكثر من واقع، بل كشفت الوقائع السياسية والإعلامية أن حزب الله لم يكن غائبا عن مشهد عودة الفاخور، وأكثر من 200 متهم بالعمالة عادوا إلى لبنان بواسطة التيار الوطني الحر. ليس خافيا أن الوزير جبران باسيل إحدى أبرز الشخصيات المسيحية التي باتت تحظى بدعم حزب الله، بات يشكل نافذة حزب الله اللبنانية على الخارج ونافذة الخارج الدولي والأوروبي على حزب الله. ما أتاح له أن يطلق مواقف هي أقرب ما تكون لرسائل تظهر أن حزب الله معني بالاستقرار وعدم التصادم سواء مع إسرائيل أو مع المصالح الغربية في لبنان. أظهرت قضية دخول عامر الفاخور إلى لبنان برعاية أمنية وسياسية عبر مطار بيروت أن ثمة ريبة من تنسيق عالي المستوى من أجل عودة المتهمين بالعمالة لإسرائيل إلى لبنان، يضيف الكاتب.
نشرت صحيفة إنديبندنت مقال رأي للصحفي برونو دراغاهاي قال فيه إن القادة الغربيين يتعاملون مع التظاهرات في مصر على أنها تحذير، خاصة أن عبد الفتاح السيسي لم يواجه أبداً مشكلة في استقرار نظامه، وأضاف أن التطلعات من أجل الديمقراطية والعدالة الاقتصادية تقع في الأساس في احتجاجات معادية. ورغم محاولة الحكومة المصرية فرض الرقابة على أشرطة الفيديو التي ظهر أولها في 2 من أيلول سبتمبر واستمرت حتى الجمعة، إلا أنها حظيت بمشاهدات واسعة من وسائل التواصل الاجتماعي، وحاول أنصار السيسي أن ينسبوا الأشرطة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي يعيش أفرادها في المنفى وعانت حركتهم من قمع لا مثيل له بأمر من السيسي، ويعملون ضده منذ الإطاحة بهم في عام 2013. ولكن محمد علي المقاول العادي لا علاقة له بالإخوان، واستطاع بحكاياته عن الفساد والمؤامرات التي كشفت عما يجري في داخل النظام جذب أبناء الشارع بطريقة لم يكن الإسلاميون قادرين على عملها منذ سنوات. وبحسب محللين مصريين فإن رد السيسي على فيديوهات محمد علي كان تعبيرا عن الطريقة المغرورة التي يتعامل فيها مع القضايا عندما يخاطب المصريين. وقال السيسي: نعم أقوم ببناء القصور وتعهد ببنائها، لكنها ليست باسمي بل لمصر. ويعلق الكاتب أن أسلوب السيسي لا يقوم على بناء إجماع المصريين كما كان الحال في عهد حسني مبارك، ولهذا بدأت طريقته تثير أعصاب المصريين من كل الطبقات الاجتماعية. ويقول عمرو مجدي الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمنظمة Human Rights Watch: كل من يتابع مصر في السنوات الأخيرة يعرف أنها مثل إبريق يغلي. راهنت الدول الغربية على السيسي كعمل استقرار في المنطقة، لكن الصوت العالي الذي بات يثير اضطرابات بأشرطة فيديو بيتية يجب أن يعطي الدول الغربية مساحة للتفكير حول استمرارها في دعم السيسي، تضيف الصحيفة. الأول من نوعه في قطر، قطريات يخترعن روبوتا لإطفاء الحرائق. لم تكن المهندسة القطرية المها الشمري تعلم أن قلقها وخوفها في صغرها على شقيقها رجل الإطفاء سيكون سببا في حبها وشغفها لاختراع روبوت لإطفاء الحرائق عن بعد مع 3 من صديقاتها. المها التي عاشت مع أسرتها حالة من المعاناة خوفا من حدوث مكروه لأخيها، فكرت وعملت واجتهدت بمساعدة صديقاتها لإخراج مشروع الروبوت إلى النور ليكون المساعدة في الحالات الخطرة. الروبوت هو الأول من نوعه في قطر، كان مشروع التخرج من قسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة جامعة قطر للمهندسات 4: المها الشمري، جواهر الصليطي، بشاير المهيزع، وغدير الشرشني. استوحينا فكرته من حياتهن الشخصية وكذلك من مأساة حريق أحد دور الأطفال قبل أعوام والتي خلفت عددا من الضحايا. قرر فندق تركي تقديم خدمة غريبة تتمثل في قضاء فترة في غرفة التغلب على الضغط النفسي كما يوجد في الأردن، حيث يمكن للضيف تحطيم الأطباق الزجاجية وتكسير أجهزة إلكترونية وغيرها. وبعد ارتداء ملابس وقاية خاصة يمكن للسائح بعد دخوله الغرفة أن يقوم بتكسير الأواني الزجاجية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها. وبهذا الشكل يرغب أصحاب الفكرة في تنويع استجمام وراحة السائحين وتخليصهم من الملل. ويقول أصحاب الفندق إن خدمات تستخدم بشكل رئيس من قبل الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 38 عاما. والآن إلى الكاريكاتير.
في الختام شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.